البصمة الكربونية ستحدد في المستقبل مصير المؤسسة وحظها في التصدير، مع استعداد السوق الأوروبية لاعتمادها كشرط لدخول أي منتج إلى أوروبا. تحدي جديد سلطت عليه الضوء كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مكتب صفاقس. تعرف انت التاكس كربون توا الاتحاد الاوروبي مش يسلط على كل المنتوجات اللي داخله الاتحاد الاوروبي في 2026 معناها اون تاكس كربون، دونك منهم المنتوجات التونسيه. طبعا احنا اول شريك اقتصادي عندنا هو الاتحاد الاوروبي. اذا كان تونس ما توعاش بالبعد هذايا معناها الريان ويلزمها تمشي فيه ويلزمها معناها توعى بيه، ويلزم المؤسسات تدخل في حساب التاكس كربون وتدخل في تقليص استعمال الطاقات هذه لي زينرجي فوسيل، وتنخرط في الطاقات البديله، تنخرط في الطاقات المتجدده. المؤسسة التونسية المصدرة ليست ببعيدة عن هذا التحدي، تحدي احتساب درجة الانبعاث الكربوني وإدراجها في معطيات المنتج، إلا أن المسألة يجب أن لا تثقل كاهل المؤسسة حتى تسهم بدورها في موازنات الاقتصاد الوطني. هو مش صعيب، ولكن يلزمها فما دي بروسيدور، فما يعني تراتيب معينة يلزم تقوم بها، وهذا هو الجدوى من التظاهر هذه التحسيسية باش نوروا لهم البروسيدور كيفاش يعمل باش كيفاش كومون كالكولي، يعني كيفاش يحسبوا البصمه الكربونيه، كيفاش يحسبوا البيلون كربون، باش يكونوا متحضرين يعني في السنوات القادمه متحضرين للمواضيع هذه، لانه القوانين تتبدل، ينجم يكونوا العام الجاي تولي اوبليغاتوار. التكلفه الماديه والتكلفه المعنويه هذه هم مكاتب الدراسات والمستشارين اللي هم باش يقوموا مصاحبه المؤسسات حتى لين ينجموا ياخذوا ويعملوا لا ميزا نيفو وياخذوا اون فادير لي سيرتيفيكاسيون نيسيسير باش ينجموا يعملوا ليكسبور. دونك لهنا سي با ان كيستيون ماتريال باش يتعمل، هذاك يجي اون دوزيام ايتاب، مي اون بروميير ايتاب سي بروميييرمون سي باش يفهموا، اولا باش يفهموا اش معناها الانبعاث الكربوني، باش يفهموا شنو هو الامباكت نتاعها، شنو هو معناها التاثير نتاعها اللي باش يصير، والحاجه الثالثه كيفاش باش ينجم هو ينخرط في منظومه المؤسسات اللي ماخذ لا سيرتيفيكاسيون تاع الانبعاث الكربوني. البصمة الكربونية هي العنصر الذي يعول عليه خبراء الطاقات المتجددة لتنخرط المؤسسة في منظومة التثمين الذاتي وصفر التلوث.